اهلا بيكم يا اصحابي يا فنانين في حلقه جديده من برنامجكم هيا نرسم. النهارده هنرسم رسمه مهمه جدا وكلنا عارفينها. النهارده هنرسم صليب. طبعا اول حاجه هنعملها نجهز ادواتنا، وهيكون معانا قلمنا الرصاص والقلم الاسود ولون برتقاني ولون بني واللون الاصفر، وطبعا ما ننساش الاستيكة بتاعتنا. ودلوقتي احنا جاهزين. اول حاجة هنعملها هنجيب القلم الرصاص بتاعنا ونرسم خط طويل كده، ونيجي من فوق شوية ونحط نقطة زي ما انتوا شايفين، ونرسم بالعرض خط طويل برضو بس مش زي الخط الاولاني اللي احنا عملناه، ونيجي من فوق كده ونوصل هنا بخط خفيف قوي ومن الناحية التانية كمان. برافو عليكم يا فنانين. من فوق خالص بقى هنرسم خط صغير بالعرض وننزل بخطين بالطول، بس ناخد بالنا ما نوصلهمش للآخر. بعدين هنرسم خط بالعرض من هنا وننزل بخط صغير لتحت كده، وبعدين خط كمان بالعرض كده، هننزل بخط طويل لتحت، وزي ما عملنا الناحية دي من الصليب هنرسم الناحية التانية زيه بالظبط، خط كده وكمان خط كده وخط كده كمان. نيجي بقى من عند الصليب فوق ونعمل خط شبه الموجة وزيه بالظبط، واحد تحتيه كمان، ونقفله من هنا ومن هنا. برافو عليكم يا فنانين. بعد كده هنيجي من تحت في الجزء اللي فاضي من الورقة ونرسم مثلث وجنب واحد كمان وجنب مربع ومثلث، ونفضل نرسم مثلثات ومربعات داخلة في بعض بالشكل ده يا صحابي، ويبقوا كلهم داخلين في بعض زي ما انتوا شايفين، وهتعرفوا احنا ليه بنعمل كده كمان شوية. دلوقتي بقى جه دور القلم الاسود، بس خدوا بالكم المرة دي مش هنحبر الخط اللي في النص ده، احنا هنحبر الخطوط اللي بره بس زي كده. يلا بينا نحبر. اما باقي الجزء اللي تحت ده يا صحابي بتاع المثلثات والمربعات اللي احنا رسمناها، احنا هنمشي على الخط اللي بره ده بس زي ما انتوا شايفين. بصوا كده زي كده بالظبط، ومن الناحية التانية كمان، ونقفل الصليب من تحت. تمام، احنا كده خلصنا تحبير. بعد ما خلصنا تحبير جه دور الأستيكة عشان نمسح بيها كل الخطوط الرصاص اللي متبقية عشان رسمتنا تكون ظاهرة ويكون شكلها جميل. بعد ما مسحنا ونضفنا مكاننا هنيجي بقى في الجزء اللي تحت ده ونعمل نقط زي ما انتوا شايفين كده، نقط كتير كده كده كده، نقط كتير قوي. تمام، برافو عليكم. دلوقتي هنبدأ تلوين. هناخد اللون الأصفر بتاعنا ونلون بيه اللوحة اللي فوق الصليب. بعد ما نخلص اللون الأصفر هنشيله، وناخد اللون البني ونلون بيه الصليب كله. أيوة كده، برافو عليكم. دلوقتي هناخد اللون البرتقاني ونلون بيه الأرض اللي تحت الصليب، هنلونها كلها باللون البرتقاني. تا 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 تا. كده احنا خلصنا رسمة الصليب بتاعنا. اشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم هيا نرسم. باي باي يا فنانين، باي باي. وانتوا كمان ارسموا ولونوا اجمل رسومات وبعتوها لنا، بس ما تنسوش الاسم وتاريخ الميلاد والبلد على صفحتنا في الفيسبوك او على ايميل البرنامج. اشوفكم الحلقة اللي جاية يا فنانين. باي باي.